بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم رب إمامي وربي، وخالق إمامي وخالقي، ورازق إمامي ورازقي، ارضى عني وارضى عني إمامي. تكون من الممهدين للإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وتكون من الذين ينظر إليهم صاحب الزمان سلام الله عليه ويقضي لهم الحوائج بأربعة أمور يذكرها العلماء. أولا، حين تقع عينك على فتاة ثم تغض بصرك بسرعة، فإنك اقتربت من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرا. وأنت عندما ترتدين العباءة والحجاب وتلتزمين بالحركة الإسلامية الصحيحة من ناحية القول والفعل والتصرف، فإنك تقتربين فورا من صاحب الزمان سلام الله عليه. فالعباءة والحجاب من دون حجاب على مستوى الكلام والتصرف لا قيمة له إلا شيئا قليلا. كذلك إن تقبل شرع الله عز وجل وكذلك الأحكام الشرعية ومجاهدة النفس على تطبيقها أمر مهم جدا. مثلا أن تقبل على غيبة شخص ما ثم تستغفر وتترك الغيبة بلحظة واحدة، فإنك سوف تحظى بنظرة خاصة من صاحب الزمان سلام الله عليه. الأمر الثالث أن تجلس مع جماعة من الناس وتستبدل حديثهم الغير نافع بطرح سؤال مفيد وجعلهم يتناقشون به، فإنك هنا سوف تحظى بنظرة الحجة عليه السلام وتكون من الممهدين لظهوره سلام الله عليه. فخير المجالس ما ذكر فيها ما نفع الناس، وخير المجالس ما ذكر فيه أهل البيت عليهم السلام. رابعا، أن تساعد شخصا محتاج متعفف على حب الإمام الحجة عليه السلام، تقربا للإمام الحجة عليه السلام. هنا تكون من الذين قد تقربوا إليه بسرعة البرق، لأن الإمام الحجة عليه السلام يسعى ليلا ونهارا على قضاء حوائج الناس، وأنت إذا فعلت ذلك واستمريت على ذلك ربما تكون بعد ذلك من خواصه ومن الذين يختارهم ليكونوا معه. فهذه أربعة أمور مهمة جدا تكون فيها من الممهدين لصاحب الزمان ومن الذين يحظون على دعائه وقربه سلام الله عليه، وتقضى لهم كل حاجة. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.